حاليا موجودين بمنطقة المذر اوف ارمينيا، منطقة المونومنت اللي هي تمثال الأمة الأرمنية مثل ما قاعد تلاحظون. طبعا ارتفاع التمثال من الأرض من القاعدة لحد آخر نقطة 51 متر. هذا التمثال كان سنة 1972، كان تمثال القائد ستالين، وحال وراها بالسبعينات تغير، خلوا المذر اوف ارمينيا متوجه مثل ما تلاحظون، تقدر تفر الكاميرا تلاحظون انه متوجه على تركيا، على جبل ارارات، مثل ما بقيه الالات الحربيه متوجهه على تركيا. يعني الساعه كلها متوجهه على تركيا. حتى مثل ما تلاحظ حتى اتجاه التمثال يكون على تركيا. المكان هو مكان متحف الحرب العالمية الثانية.